أحد من الأشياء اللي عملوها في هذا الفلك عدا أنه يشكروا ويمجدوا الله، عملوا تذكار، وإحنا أمام هذا التذكار، اشرح لنا شوي. التذكار ده مبني على إيه؟ على لما يشوع عبر بالشعب نهر الأردن. نعم. الرب قال له من مكان الكهنة لما وقفوا في الأردن، في نهر الأردن، تاخد 12 حجر وتحطهم كعلامة عشان الأجيال اللي جاية بعد كده تسأل كان إيه ده، فتقول إن الرب عبر بينا نهر الأردن. فالمسؤولين عن هذه الخدمة جابوا 12 حجر عشان يبقى هذا تذكار إن الرب خلاهم يبنوا هذا الفلك العملاق علشان يكون تذكار للأجيال القادمة. وبنصلي إن هذا الفلك يكون علامة للعالم كله علشان يعرف إنه الرب أعد وسيلة للنجاة أثناء الطوفان. حبيت أقول آمين على كلامك. شكراً. هذا حجر بنحطه كمان تذكار.